والله يخابروني هواي من ابناء السنه. يقول لي اخوي انا اجا واحتقلوا اخوي من 2015 بلك تشوفه بالمعتقلات. قلت له والله ماكو، قلت له ماكو معتقلات، لو بالناصريه اذا ماخذينه منه لو الجهاز لو الجيش، اما غير ناس مقتول لان ماكو طائفيه سحقت الاخ. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة نطرحها وكل موضوع نطرحه في حلقاتنا مع حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة عندكم، الرقمين ذن الاثنين اللي تشوفوها من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج، أما الرقمين اللي راح يطلعن هسه أذن الاثنين تقدرون تتصلون بنا من خارج العراق، فعندكم رقمين من الداخل رقمين من الخارج، أربعة أرقام للاتصال، وعدنا رقمنا الأخير اللي للمشاركة هذا الرقم اللي تشوفوا أمامكم هنا، هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب هو برنامج خصص للرسائل المكتوبة لرقم الواتساب. أعتذر من كافة الشاشة أو السادة المشاهدين، برنامج واتساب غير مخصص لاستقبال أي مكالمة، ما أقدر أستقبل بي أي رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل بي أي فيديو لأن ما راح يظهر على الشاشة. فعليه أتمنى تكتبوا لي رسالة، الرسالة تكون مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي طلع قبل شوية أبو عزرائيل أحد قيادات ميليشيات الحشد، أبو اللطحين إذا تتذكروا، أبو عزرائيل حكى كلمة ما أعرف هاي الكلمة شلون عبرت، ما أعرف هاي الكلمة شلون طبت وطلعت وده تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وده تعبر، علما انه هاي الكلمة بحدها تسقط مو حكومة، العملية السياسية كلها بميليشياتها بقواتها بأحزابها بكتلها كلها. قال يخابروني بعض اخواننا السنة، هو هيك ده يقول، يسألوني يقولوا لي احنا عندنا معتقل اريدك تدور لنا عليه، اقول له اذا ما تلقي بالناصرية يعني ميت، يعني هو مو بس الناصرية، عندنا التاجي، عندنا أبو غريب، عندنا مجموعة من السجون الموجودة بالعراق الحكومية، يعني اللي ما لاقي ابنه بسجن حكومي حسب ادعاء أبو عزرائيل خلي يسوي له فاتحة، مو هذا القصد لو لا، يعني اللي ما لاقي اسم الابنة واللي قاعد يستنظر ابنه من 2014 لليوم ده يقول له أبو عزرائيل لا تدور وراه لا تتعب نفسك. زين إذا الميليشيات ما عندها سجون حسب ادعاء أبو عزرائيل، أنا دا أمشي حسب ما هو قال إحنا ما عندنا سجون، تلقوه بالناصرية تلقوه، ما تلقوه يعني مات. إذا هم ما عندهم سجون وما عندهم معتقلات، جرف الصخر ليش مغلقة؟ النازحين وين دا يروحون؟ اللي دا يعتقلوهم من النازحين بالعودة الطوعية الأولى الثانية الثالثة كأما تكون أو بالعودة القسرية اللي دا تصير هسه، اللي دا يلزموهم ذولا وين دا يروحون؟ زين شنو الحق أو من وين إجا الحق للميليشيات أو شنو اللي تملك الميليشيات من حق بحيث أنه هي راحت إلى مواطن اعتقلت هذا المواطن أخذته إلى مكان سجن الناصرية ما يريده لأنه هو مطالبة كتله ورجع وكأن شيء ما صار، كأنما هذا اللي كتله حسب ادعاء أبو عزرائيل هو قاعد يقتل حشرة مو بني آدم، كأنما هذا الكتله مو عراقي، كأنما هذا الكتلة يعني هو مرفع عنه ومنفزح عنه بحيث انه بده يقول لك خلص مات، انه حرق الاخضر واليابس، يا اخضر ويابس انتوا اللي حرقتوا كل شيء. انا السؤال اللي اريد اطرحه، انا افهم انه تصير عمليات عسكريه في مناطق معينه وكثير من بلدان العالم تصير بها عمليات عسكريه وهوايه صارت حروب منذ ان
تأسست يعني منذ أن وجد الله الخليقة في الأرض حتى يومنا هذا. معروفة هاي إن شاء الله، لكن اللي ما دا عرفه أنه دا تصير حرب بين جهتين، جهة انتصرت ما جت تدمرت ال 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 مثل ما سووا المغول لما احتلوا بغداد، دمروا ثقافة البلد، حرقوا مكاتب، غرقوا كتب بحيث النار صار لونه أزرق من الحبر اللي من كتب اللي شمروها بالنار. لا، ما كفى هذا التدمير، عبر قال لك أنا دمرت المدينة، شنو بعد ما دمرته؟ ها الناس جيبوهم، بلش يقتل بالناس، وراها قال لك أنا هجرت الناس، شنو بعد؟ لا ها منعوهم بعد يجون، منعوهم إنه يرجعون، قال لك شنو بعد أسوي أكثر؟ يعني شنو بقى تسوون أكثر بالمواطن العراقي؟ ولما يطلع أبو عزرائيل يحكي بهذه الصورة، الحكومة وين؟ مكافحة الإرهاب وين؟ مكافحة ال يعني المكافحة وين؟ القوات الأمنية وين؟ الحكومة وين؟ وزارة الدفاع وين؟ وزارة الداخلية وين؟ هاي كلها تصريحات خارج إطار الدولة. رئاسة الوزراء وين؟ رئاسة الجمهورية وين؟ البرلمان وين؟ لجنة حقوق الإنسان وين؟ لجنة الدفاع والأمن وين؟ كلهن ذني مساءلة. وزارة العدل وين؟ كلهن ذني. لما نسمع تصريح أبو عزرائيل يقول لك إحنا لما يخابرني سني ويسألني على معتقل أو مغيب عنده ويقول لي دور لي عليه، أقول له إذا ما لقيته بالناصرية فهو مات، ذني كلهن لازم هسه تجي تقول له تعال أبو عزرائيل من جبت هذا التصريح؟ عندك شيء دليل يثبت؟ إيه شنو دلالك؟ 1 2 3 4 روحوا جيبوا لي اللي قتل الناس وريحوا قلوب الناس. ولو انت ما راح تقدر تريح قلب ام او قلب اب او قلب اخ او قلب ابن او قلب ابنه او قلب زوج او زوجه، ما راح تقدر تريح قلوبهم. انت العزيزه خدتها بعد، بس على الاقل لا تستهين بي اكثر ورا ما اخذت عزيزه ما داير لبال. اللي عايشين اليوم من مغيبين أو أهالي مغيبين وذوي مغيبين أغلبهم نازحين، أغلب ذوي المغيبين اليوم بالعراق هم نازحين. أبو محمود ويانا، حياك الله أبو محمود من الرمادي. السلام عليكم أستاذي، إن شاء الله صحة. عليك السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. والله أستاذ شن عبر وياك شن نقول لك على كلاماتك هاي؟ أنا كلها سمعتها، بس شن نقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول إلى أبو عزرائيل ما مر علينا عيد، والله مر علينا بين، بس إن شاء الله مثل ما مر علينا بين يمر عليهم البين. ما نقول أكثر من هاي والله. أنا سمعت أستاذ كل حاجة سمعته، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله مثل ما مر علينا البيان يمر عليهم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقهم، الله يجب بيوتهم، الله يدق حرامهم مثل ما سووا بينا. إيجيانا اليوم 12 شهيد، 6 ما مر ما لابنا علينا. إن شاء الله الله يجب بيوتهم. كل ما صار بالحكومة الله إن شاء الله يجب بيته. ما نقول أكثر من هاي والله. والله الله يجن بيته إن شاء الله. لا أبو إسرائيل ولا أبو ترام ولا الآخر ولا الآخر. إن شاء الله الله يجن بيوتهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما مر علينا عياد، والله ما مرت علينا عياد والله. بس حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هم كان ما يقول قال يبشرون ببلادهم، يقول بيوصل 14 وين راتهم بيهم بلادنا؟ مو نزلتهم جوا العلم، ما تخافون من الله؟ ما تخافون من كلمة الله أكبر؟ وين وديتهم بلادنا؟ نريد ولادنا، وين وديتهم؟ من الله يجب بيوتكم إن شاء الله، والله يفزع حراتكم، وإن شاء الله ما تدوم لكم، بحال الله ما تدوم. بحال الله بحال الله. الفر الايات من سنه الى سنه، ان شاء الله ما تدوم لهم، ان شاء الله ما تدوم. انا اقول دمعه اب ودمعه ام
ان شاء الله ما تفوت لهم. نعم. ان شاء الله ما نروح بها. ان شاء الله ما نروح من دمعة الام والاب. هاي ما اقول غير ونشر السائل الداق الله بالخير وبر عليكم ونشر قناتكم الشريفه. نعم. شكرا شكرا لك ابو محمود. ربي ربي يريح قلوب كل ام وكل اب وكل اخ وكل اخت وكل ابن وابنه وزوج وزوجه ويرد لهم مغيبيهم سالمين غامين الى بيوتهم ويخفف عنهم اللي هم بيه. ودموع ابو محمود غاليه علينا وعلى كل الشعب العراقي. ام احمد من النجف حياك الله يا ام احمد. الله محييك يا اخوي. السلام عليكم. انا بيك امي. الله يرضى عليك يا امي. الله يخليكم ويوفقكم والله سبحانه وتعالى ينصركم وينصر امثالكم. تفضل يوم. اللهم القلوب محزونه والله والله القلوب محزونه. النماذج العفنه النماذج العفنه اللي نهج البلاغه انا يعني ليش احاجج بالقران وبالامام علي؟ لان السفلة تكرمون ويخلين النفس هم المقام المحمود بكلمه الامام علي واسم الامام علي. وحاشا لله ان يكون الامام علي الفئه معينه. الامام علي يوصف هالنماذج العفنه هاي بالمتلاعنين عند اللقاء، المتزايلين عند البغضاء، المتلاعنين عند اللقاء. شوف وجوههم العفنه من تطلع بالبرامج اليوميه برامج الزجر والكذب، واحد يفرح الثاني، واحد يطلع مصايب الثاني. والادهى والامر قبل يومين طلع واحد من المتملقين. طبعا خلصنا احنا هسه من المغيبين ومن اللي صار باهلنا بالمناطق الغربيه، هاي خلصنا من عندها، ضاع دمهم على طلاب. لكن الادهى والامر يطلع يقول اتهام الميليشيات باطل، طبعا ما يسميها ميليشيات هو. يقول اسرائيل وامريكا والسعوديه. اريد الغي عقلي واخادع نفسي واجي انا متاكده يتابعون قناتكم واصدق بلحظه راح يرجع عقلي يشتغل، عقلي حجه علي يوم الدين فلازم اشغله. اذا انت تقول القتلى من الضحايا من المتظاهرين ومن غير المتظاهرين والسجون الموجوده بها المعتقلين سواء المغيبين وسواء المتظاهرين كلها قاعد تقوم بها بايادي داخل العراق اسرائيل وامريكا. انت يا نطيحه ويا مترديه اجلكم الله، انت شنو دورك قاعد على كرسي؟ يعني انت جاي تبرر لي كانه هذا جاي تحكي جاي مستخف بعقلي ومن تريدني اسمعك اصدق؟ زين انت من تقول لي ايران ما لها علاقه هم ارد اجي بالموضوع. السعوديه مو خاش، الامارات مو خاش، ارد اجي بهذا الكلام. من تقول لي ايران ما لها علاقه بدخول داعش وما لها علاقه بكل اللي صار باهلنا هناك. خلي ارجع التاريخ القديم مو البعيد واظل احكي هذا كلامي الى ان اموت. لما راد بوش قبل السقوط طلع الرئيس الامريكي على قناه بي بي سي قال حتى لو ما حصلت موافقة من مجلس الأمن وماكو أي دولة سندتني أنا شخصيا ما أريد صدام حسين. ما طلع واحد مقتدى عمارها عامريها هذا هالثاني مخليه للاغتيالات كل هذول النماذج العفن المالكي ما طلع واحد وصار بطل وصار شهم وابن حلال وقال أنا ابن حلال وهذا بلدي وأنا اللي أبغلب النظام أنا ما أسمح الواحد يجي يحتل. طيب من اجت القوات الامريكيه الدنيا كلها تشهد قانون مجلس الامن والامم المتحده قالوا القوات تحتل. طيب انا غايتي شنو؟ غايتي من دخل الجيش الامريكي وطلع صار ابو ايران وطني براس العراقيين وسفلته المرتزقه اللي هنا بالعراق اللي ما شفت واحد ايراني باع بلده على مود العراق وهو عايش علي اني. المرتزقه اللي هنا من صاروا اخيار وقاموا يصيحون خلي تطلع القوات الامريكيه، قام يلمح ابو امريكا شو يقول؟ يقول على العراقيين ان يفهموا انه بدت الارهابيين بداوا يعبرون من سوريا، لكن تحتص متابعتها يوم بيومها. يوم بيومها متابعتها. طيب يعني اني يا عراقي يا حليم افهم انت اذا ضغط على هذا الوتر الدب وتقول لي اطلع راح اخلي بلدك ملعب للارهاب والدم. إذا من تسبب بها أساس هالفتنة؟ من تسبب بها؟ إيران لو لا؟ إيران وأتباعها هنا لو لا؟ كل الراح من أهلنا من مناطقنا الغربية
والله وكل عرض انهتك، وكل شاب راح دافع هناك ما تابع لأي ميليشيا، راح عاف بيته وعاف أهله وما فكر له براتب، والله إن شاء الله دمهم حار عند الله ويشتك أعراضهم ويلعنهم دنيا وآخرة. والله سبحانه وتعالى عند حديث يوسف مخاطبته ويا النبي موسى يقول مكري مكري، خلي يسمع إذا أكو بيهم حليم ما بيكم لا حليم ولا رشيد، يقول مكري على الظالم اللي استحل الدم. فالكلام والله إن شاء الله رب العالمين يجعلنا متيقنين به. كدبيب النمل على الأرض الناعمة في الليلة الظلماء الصافية. أكو أحد يسمع دبيب النمل؟ فالله موجود. نعم شكرا شكرا لك أم أحمد. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله ودونا النشمي، تحية لك وللقناة. أستاذي متى يتم إعمار العراق بمليارات العراق، وكذلك متى يعود المختطفين إلى أهليهم، وكذلك المعتقلين إلى أهليهم، كذلك متى يعود النازحين لأوطانهم يا أستاذي؟ وباسم الدين كلون المزور والأتاوات وأخذ الرشوة يا أستاذي. وآخر الكلام ابعد عنا التصلب العصبي والتهاب المفاصل، تحياتي لك وللقناة وشكرا. نعم سألت كم سؤال إن شاء الله نقدر نجاوبك عليها. أخ سعد كرار من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي. أستاذ نسوان أستاذ عافيتك. نحمد الله على كل شيء، تفضل أغاتي. أنا أستاذ والدي سيد من 2006 اللي جاي ضحايا إرهاب. نعم. ألو رئيس والدي سيد. أي عقوق إلي بالنسبة لي ما استلمنا عليه، فراجعنا محافظة البصرة أستاذ عدي عيداني أستاذ عدي النائب، وما خلونا نستغل يغادرنا أستاذ أسعد. صرنا نتواصل خابرته على الواتساب، جونا رغمه فتح بي وحضرني، فبس توقيع من محافظ البصره على مود اعترض انه واجب جديد ومبالغ، بس انت ما استفادي انا يعني اتمنى يوصل صوتي استاذ علي العيداني. اذا جيتكم انا المقاطع استاذ، وايضا اذا جيتكم يعني تبسي المعلومات جزئياً. نعم. اي والله صار. وقاعدين والله بيت ورثة الله ساعد علي. نعم شكرا شكرا لك اخ كرار. انا اعتذر منك ومن الساده المشاهدين، اكو خلل بده الصوت، الصوت ده يروح ويرجع، ما سمعت كل الكلام بشكل واضح. طبعا عذرونا مشاهدينا، الخلل مو عندنا اكيد ولا عند كرار، الخلل هي في شبكه الاتصالات العراقيه والفساد اللي دي يصير في قضيه وملف الاتصالات العراقيه، وكل الشعب العراقي من شماله الى جنوبه يعانون من الانترنت، يعانون من الاتصالات، يعانون من كل هاي الشبكه التعبانه نتيجه الفساد اللي عايشة به هاي الحكومات. أبو شيماء من البصرة حياك الله. الله يساعدك حبيبي. هلا بيك غاتي. حبيبي هاي طلعت هاي من النجف، هاي شنو هاي بحثية، هاي شنو أبوها رفيق أمها رفيقة؟ رجاء أبو شيماء، أم أحمد حكت اللي بقلبها، أنت احكي اللي تريده، مالك علاقة. هي ما أستاذ رفض، هي ما حكت على جرائم صدام العدم لسبع ملايين شيعي بالجنوب. هم أنا أبو شيماء هاي ثاني مرة طب علي للبرنامج، وأرجع وحش وياك أقول لك النظام السابق الحكومات والأحزاب وبوش وإيران شالوا قضية وملف انتهى وانسد. إحنا دا نحكي من 2003 إلى اليوم، الحكومات والديمقراطية الجديدة اللي جابت لنا إياها أمريكا، والديمقراطية اللي وعدوا بها الأحزاب والكتل السياسية ونور المالكي وهادي العامري والسيستاني وغيره وغيره وغيره، من قالوا الشعب العراقي راح يعيش مرفه. أما الشعب العراقي من 2003 إلى اليوم عاش في جحيم. فإذا تريد تحكي عوف صدام حسين، عوف الأنظمة السابقة، احكي وياي، احكي وياي باللي هسه كل ما طب لي للبرنامج هذا فلان من فلان مكان صدام حسين عدم هالقد. يا أخي العزيز عوف النظام السابق، عوف الشيء اللي أنتوا غيرتوه، احكوا لي أنتوا شو سويتوا. استاذ رفع ليش واحد أنا عندي ثلاثة ما لهم حتى جثث ما عندهم. مو ما لك حق أخويا أخي العزيز، أخي العزيز أغاتي تاج راسي، أغاتي وتاج راسي، النظام السابق تغير له لا؟ طبعا أقول لك معنى كلامي يعني المفروض. اعطيني مجال، اعطيني مجال، تغير له لا؟ يتغير وياك حاكمتوا له لا؟
انحاكم واخذ جزاء. خلاص اذا عوفة انتو ايش سويتوا للبلد؟ ما انتو سويتوا اتعس. هاي الحكومات جت اليوم ايش سوت للبلد؟ اخي العزيز كل ما الطبلي حكى صدام حسين ابو شيماء مره الطبلي من بغداد، مره الطبلي من البصره، مره الطبلي من النجف، عقب باكر راح الطبلي من السويد. اعرفك بس يا اخي العزيز اترجاك واترجى الساده المواطنين اترجاك عفوا هاي القضيه. ام احمد حكت اللي بقلبها، مالك علاقه بام احمد ايش حكت؟ انت حكيني انت شو تريد؟ عفوا النظام السابق، النظام السابق تغير وغيرتوه، نهيتوا هذا الملف، عبروا صفحه. احنا بدنا نحكي ايش قدمت هاي الكتل السياسيه والاحزاب للبلد. اليوم عندك ملف مغيبين، عندك ملف مغيبين، ملف المغيبين ما متهم به صدام حسين، الميليشيات والحكومات الموجوده هي المتهمه به. ملف المغيبين بجرف الصخر وبالموصل ما اعرف شنو هذا صار ورا داعش ورا 2016. فاغاتي وتاج راسي اتمنى من الجميع انه نلتزم في هاي النقطه. ابو احمد ويانا حياك الله. السلام عليكم. احمد من بابل حياك الله احمد. احمد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي احمد من بابل، تفضل. شلون اخوي شلون عافيتكم؟ حياك الله اخوي. الله يحفظك. انا عندي بس تنويه بسيط وداك. نعم. الاخوان هنا حكاوا كنا نطور موضوع اللي حكى فيه قبل شويه قبل الاخت ام احمد حكى موضوع المغيبين وشيء وهذا الموضوع. نعم. احنا كموضوع اكبر من هذا الموضوع. وهو تمام؟ ماكو معركه ما بها خسائر. ماكو معركه ما بها ضحى. صح ولا لا؟ اللي صار بالعراق والتحرير والعراق وشيء يعني فلس العراق راح ورجع تحرر لازم اكو خسائر. اخوي العزيز اكو خسائر. اخوي من رخصك من رخصك ابو اخ احمد على عيني وراسي كلامك منطقي جدا جدا، بس مال انه الحكومه العراقيه تقدر لي اعداد داعش اللي موجودين بالموصل 2000 وينقتلون بتحرير الموصل 40,000 ترى هاي مو خسائر. شادي انا ما لا تحكي للحكومه لا ترى انت كل من العراقيين نعرف موضوع الحكومه شنو. تمام؟ ايه القوات الامنيه اللي حررت اللي جات من حرر الموقف. اي تمام؟ استشهد. الشخص هذا اللي حرر استشهد. تمام؟ زين. هذا مستشهد استشهد الي والي الصلاة. لا لا احنا ما بدنا ناخذ حق القوات الامنيه اللي شاركت. اخ احمد اخ احمد من رخصك احنا بدنا ناكل حق القوات الامنيه اللي شاركت لا على راسنا، لكن اللي دنقزه اخوي العزيز المواطنين والاهالي اللي كانوا عايشين بالموصل واللي انجبروا غصبا ما عليهم وعلى ابهاتهم انه يجيهم شيء ارهابي يحكمهم اسمه داعش وحكمهم بالسيف والنار وقتل من عندهم من قتل. لما جت طبت هاي القوات الأمنية همين حاكمتهم النوب وقالت لهم أنتوا دواعش وقتلت ما عندهم 40,000. أنا دا أقول لك 40,000 في فترة الحر وفي فترة ما يسمى بحرب التحرير وراها الله أعلم إيش قد الأعداد وراها صاروا ذولا الأهالي مو أهالي قاموا يتحاسبون على شيء هم ما لهم ذنب به، شيء إجا عبر الحدود وسيطر على هاي المناطق نتيجة تقاعس القوات الأمنية وهرب القوات الأمنية وصار هو مسيطر على الموصل. ورا فترة رجعت القوات الأمنية المتقاعسة هي اللي حررت المناطق الأمنية ومنه اللي تحاسب غير ابن الخايبة. هذا بدنا نحكي أخويا. أنا خل أحكي عن نفسي. أنا بدي أحكي عن نفسي. أي. أنا هسه لو فرضنا لو نقول بس علي لي صوتك إذا أمكن. علي لي صوتك إذا أمكن. أنا لو أرجع أحكي عن نفسي. إيه. أنا ماشي عديل. وما لها باليمين ولا باليسار. زين. تمام؟ تجي انت تضربني. ما هذا اللي صار بالموصل. تجي انت تضربني جاوب انت تضربني. طبعا لا. بس اللي صار بالانبار اللي صار بالموصل وصار بجرف الصخر هذا اللي صار. اخوي ناس ما لها علاقه انضربت. انا اخي احمد اخي احمد انت تعرف سيطره الرزازه شنو مشكلتها؟ سيطره الرزازه؟ ايه. مال قصد حفره الفلوشه؟ ها؟ اللي تربط جرف الصخر بالعامريه؟ لا، سيطرت الرزازه بالرمادي. تعرف شنو اللي صار بها لا؟ بالرمادي؟
أهالي انهزمت من، بس اسمعني، أهالي انهزموا من داعش، شافوا سيطرة، شافوا قوات أمنية راحوا واحتموا بهم، تغيبوا. جاوبني. تغيبوا غير أكو جهاز منظمات مدنية مجنين هذا الموضوع. أخي سيطرة حكومية غيبت 105 500 عفوا أكثر من 300 واحد، سيطرة أمنية الناس دا تحتمي بهم. لعدان وياك خلنا نحكي، إذا نحكي هيك إحنا نحكي على قوات الأمنية، أنا وياك بايكة 1700 هماتين راحوا وجوهم قالوا مع عم إحنا ناس ومن ناس يتكس حالياً وراحوا راح تدور لي دفاتر عتيقة. أخي أحمد أشكرك بس عندي اتصالات كثيرة لازم أرجع لها، والنقاش بيناتنا شكله ما راح يوصل للنتيجة. أخويا عزيز أنا ما دا أحكي على القوات الأمنية، أنا دا أحكي على سيطرة الميليشيات مو القوات الأمنية. قوات الأمنية والجيش العراقي على الرأس من فوق. أبو ياسين من ديالى حياك الله. حيا الله المقاتل البطل، حيا الشباب المحترمين. حياك الله أخويا احمد، روح اسال حقوقك مو اسال المواطن. اذا عندك خسائر بالمعارك، المعارك خارج الحدود مو داخل الحدود، روح اسال المالك اللي عبر عن داعش اللي ضيع سبع معوضات واللي لحق السود ومرت الموصل اكثر من 40 ضحيه دل منتسبوا بين المدنيين، وفلش شخص ما فلش داعش. شوف ترى احنا عراقيين واحد نفس الموضوع مالنا شنو. بعدين ترى داعش ما عنده بقر ولا عنده معز ولا عنده قال لكم الله دجاج، ولا فرستوا في الحجز ما تسمون بالحجز، فرستوا ما خليتوا ما بقتوا. هذا الكلام مزيف وهذا ما مقبول أصلا. أما هذا زي الإرادة بشيماء، هذا أم أحمد بنت الفرات الأوسط، هاي العراقية المادة هاي الأصيلة، بس وحدها الحلال البتاوي اللي كانت عارة البعث وصارت عارة حزب الدعوة وبعدها صارت فتكة وحدها وصاحبة المقالة سبعة حتى أكثر من 800 شيعي انقتل وقتلوا الشيعة. خلص الحدار ايش راح يصلى؟ هذا الكلام الطائفي البديع اتركوه، احنا كنا ولد العراق، ترى ما تنطلع علينا. شوف هذا موضوع ابو اسرائيل، خلي هذا ينسال بيه مجلس القضاء النايم، وين النايم؟ بس هذا هو ابو اسرائيل من الشارع، بس هو زعيم الكبرى الجده بالحكومه اللي هو هذا العامل يقول نجلس القضاء، وين رد القضاء؟ وهذا الفصعون المختلف صدر، هذا كلها زباله نفاياته، هذا ابو اسرائيل وغيره اللي دمرت به العراق بالطائفية بالقتل. ما عندكم ولا للوطن ولا عندكم حس للعربية ولا من أصول عراقية، والله العظيم لا عندكم أخلاق ولا عندكم دين ولا عندكم شرف. هذا القتل الطائفي من هذا أحمد يقول أكبر من المغيبين، شنو الأكبر من المغيبين؟ أكثر من 7-8000 مغيب ما حد ينزلها، وين راحوا؟ أكل البعبع؟ لو أكلت الميليشيات والحكومة يا 7-8000 أبو ياسين فوق المليون. من المغيبين اقصد لك، بس المغيبين منا من سامره وصعودا، هاي المغيبين هنايا. اما انا عندي ولد عمومته ببغداد طبل شيتين بالشعب عبرهم الشقق فيلق بدر واختفوا معه. اما القتل مال المقتدى وغير المقتدى خلف السجد جل لكم الله تبعث به الكلاب السايبه بالعشله، هذا العنصريه مالكم الطائفه ايران تخدمكم ايران، انتم نفايه ايران روحوا لايران. احنا عراقيين متوحدين، ام احمد تاج على راسي وهي هي اختي وانا اخوها، احنا عراقيين متوحدين. خلي اذكر بايام المعركه القادسيه لما والله العظيم احنا كنا قوات خاصه، من نحسم المعركه وننتصر نرجع امهاتنا العراقيات الطائرات من البصره الى بغداد يحضننا بالحضن ويقابلنا وتشرح الكتاب يحسن بينا احنا حماه الوطن. اما هاي الميليشيات وهذا الجيش اللي من كنا نقول جيش المالك تزعلون، من يقول الجيش الوطني تزعلون، هو هذا الجيش حامي من؟ هذا الأجهزة الأمنية حامية من؟ هي تقتل مع الميليشيات، فأنتوا اسأل الوالد وقولوا جاب لكم داعش، واحنا جبنا داعش، وكلكم تعرفون أنه داعش صناعية أمريكية إيرانية، ولكن استفاد منها هاي الميليشيات، هاي الميليشيات القذرة، قتل طائفي، قتل مجاني، ما خليتوا جرعتوا حب البشر، حتى المعاصي عرفتوها، حتى الأسماء قتلتوها، حتى عقول الدواجن ذبيتونا بالأونزة، ما خليتوا شيء يحكم عليكم، وانت عدون فلسطين، فلسطين تاد العرس 30 ساعة، يرفع الصخر مو مغتصبة مثل 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 القدس، هذا التعليم تكون ترى لما تتحمل تتمجحون وباسم المرجعية وباسم الحج، هاي ما تنطلع علينا، احنا ولد العراق، ترى ما احنا مو دخلاء عندكم، انا ما اقصد الشيعة الشرفاء الوطنيين الاخرى لا. أخذ ذول يجون أبو شيماء والفرق وهذا أحمد وغيره، هذول الناس النازحين، ذول ما تستعون ناس ناسها،
ناس مهجره مسلوقه سلك بالمخيمات 16 وحررتوا طيب حررتوا رجعوا خلف الله عليكم رجع العالم ما خليتوا مصر مالنا خط ما بكتوه ما خليتوا غرار مالنا خط ما بكتوه دمرتوا الدوله كامله ما خليتوا بحجز هذا الكذب مالكم مال الحجز هي كلها فصائل ميليشيات ولا هي الايران فهذا الكلام إن هو وطي مجال بعد حياتي اخي اخي تحياتي شكرا شكرا لك ابو ياسين ابو عمر من الفلوجه حياك الله السلام عليكم عليك السلام ورحمه الله شلونك صفر حبيبي هلا بيك اخويا هلا ابو شيخ استغلوا الحاله صار ياخذ الهواء ام احمد تاج وعلم يعني هم سووا هم عاد يحكون عن النظام السابق والنظام السابق راح صار صحيح يعني لا كان عندنا حرائق من الحنفه ولا كان عندنا لا كان عندنا قتل كنا متوحدين شعب واحد متوحد من شمال للجن صحيح ابو صحيح هذا الحكي هسه؟ نعم. ايه اللي هم من 2003 لحد سووا مشارع مستوصف شيء جبرنا القتل وهاي ورجعوا روسنا بالمقام هذيك المقام ذولاك الفلسطينيين خلي يروحون يطلقوا لهم صاروخ على على فلسطين. في شيء على اسرائيل هم تربيه مال الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه الامبرياليه العالميه والامبرياليه دمروا البلد من اول التاليه. سوى هاي الاشياء كلها اولا لا خلوا جرحى ولا صناعه هاي الحنطه يوميا حارقينه الاشياء ما خلوا علينا بطاقه تمنيه حدث ولا حرج صحه حدث ولا حرج شوكم ما تعلم المسيح يوميا حارقينه مزرعه يوميا هذا القتل الناس المظاهرين بالجنوب يوميا قاتل لهم واحد او قاتل لهم واحد المره الجاده مال الطقلاويه مال جرف الصخر مال الثلاث بن عامريه مال فلوجه شيء اكو شيء جديد ماكو هاي الطغمه الحاكمه من 2003 لحد الان هاي دمرت البلاد ما خلى شيء صالح بالعراق نعم 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 شكرا شكرا لك ابو عمر حبيبي. ام احمد من النجف رجعت لنا مره ثانيه حياك الله ام احمد الله محييك يا يمه والله يحيي كل طيب ردا على ابني اللي اتصل يعني هذا الكلام اسوي نفسي ما سمعته وعادي عندي شبعانه من عندك بس ارد للمعلومه انا عندي من عائلتين معدومين بدمهم صدام على شبهه هاي وحده وخلي يكون على ثقة لو كنت من حزب البعث اللي المالكي كان لا تبعد سوريا وحزب البعث وهم هسا ايدهم بيد بشار الاسد حزب البعث كان هسا راتب خاص مال شهداء لكن انا لحد الان يعني الحمد لله والشكر بفضل الله ما ماخذه دينار هاي اثنين شغله ثالثه كلمه بعثيه ترى صارت قديمه جدا لانه اذا صدام جلاد او امير انا بدي اسولف بمنطقه هسه الحمد لله والشكر بشوارع القتل انت الحمد لله والشكر واذا صدام كانوا يقولون عليه ظالم ما كان اكو فقير جوعان هسه على الاقل كانت اكو وجبه شبع بها الفقير على الاقل وشغله همات مهمه اللي يحكون بالقتال وبالنضال انت بدل ما تجي غدار جبان تتلثم وتقتل بمتظاهرين وتسحولهم اطلع هاي حدود مفتوحه وايران داعمه حماس روح صدر لها هناك علي شهنان جاي طالع مظاهرات ولا كنت تحشون على صدام حسين هم كان يدعم القضيه الفلسطينيه فخلي يكون بعلمه اللي موجود هنا اذا قدام جناد واحدهم الف صدام وبعد بعد اذا يريد بعد اطلع له الدفاتر والحمد لله والشكر لا اختي العزيزه اختي العزيزه يعني اتوقع الناس ما قصرت وردت على ابو شيماء واني همين رديته احنا ما نقبل التجاوز على اي انسان موجود في البرنامج مهما يكن هذا الانسان لكن اختي عزيزه هو عنده راي وحضرتك عندك راي ما نقبل التجاوز اكيد وارجع واقول يا اختي العزيزه موضوع النظام السابق شيء انتهى ذن الحكومات اللي جتي بعد ما انهي النظام السابق وحاكموه وانتهى هذا الموضوع احنا بدنا نحكي هم ايش سووا هم مو جو على شيء من الديمقراطيه هم مو قالوا جو احنا جينا نحرركم مو جو يقولون احنا جينا نعطيكم رفاهيه مو اجى حسين الشهرستاني وعد كهرباء 24 ساعه الكهرباء شلونها
مو اجى ابو الاتصالات بوقتها كان يمكن حيدر العبادي وعد بالنقل العمودي، المواصلات العراقيه شلونها وشوارع العراق شلونها وجسور العراق شلونها. هم يعرفون الفساد بالعراق، رصيف بالناصريه معمر وحطوا له مقرنص، نقدر نبني بسعر المقرنص اللي وقعوا عليه مجلس النواب العراقي 5 أبراج من برج خليفة اللي دا يدر ملايين الدولارات على دبي. أم أحمد أنا ما سميت مقتدى سمى جماعة الخزعلي بالميليشيا الوقحة، والخزعلي سمى مقتدى الميليشيا القدرة، مو أنا اللي سميتهم، هم مغاطراتهم بيناتهم، فعليش هو متأثر؟ طيب. على شنو؟ نعم شكرا لك ام احمد، اعتذر منك بس اريد اخذ اكبر عدد من الاتصالات. شكرا جزيلا لك. كان المفروض يدخل ويانا محمد بن بصره بس انقطع الاتصال وياه. اتمنى يا محمد ترجع لنا حتى نسمع حسك ورايك بالموضوع. ابو وطن من لندن حياك الله. عيوني يا اخ عمر، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب، والشعب العراقي من شمال الى جنوب بعافيه وخير يا رب. تفضل. الله يخليك. اول شيء نحب ايه ما أعرف الواحد شلون منين يبدي، يعني موضوع مثل ما تريد، موضوع مترابط، هو موضوع قضيتنا العراقية، موضوع قضيتنا الفلسطينية، موضوع الشعب الفلسطيني اللي جاي قاتل نيابة عن الأمة العربية والإسلامية، هذا الشعب البطل اللي نأدي له التحية والشكر على المجهود اللي يقوم به، والحال من بعضه بالعراق. يعني احنا اذا الفلسطينيين متعرضين الى احتلال اسرائيلي بغيض، احنا هم متعرضين الى احتلال ايراني بغيض، نفس الشيء. يعني الاجرام واحد، القتل واحد، الاغتيالات واحده، التدمير واحد، وان اختلفت المسميات. بالنسبه لموضوع اليوم المغيبين، يعني انا اعتقد كلمه المغيبين هي ما تصلح. يعني خلينا نكون واقعيين، الناس اللي اختفوا عن طريق السيطرات والاعتقالات، هاي ناس خطية راحت انتهت، يعني راحوا تم اغتيالهم ودفنهم، شوف وين ما وين على الأرض العراقي الواسعة هاي تم اغتيالهم، لأن هيك ناس حشة تامة، حشة من اللي يسمع، هذول ناس جبنة، فإلى من يلجؤون إلى الاغتيال، ما عندهم ذيك القدرة والشجاعة على المواجهة، حتى مع الشخص البريء الأعزل ما عندهم قدرة على المواجهة، فجبنة يعتمدون على سلاحهم اللي جايبينه من أعمامهم أهلهم بيران، ويختارون هاي الناس الأبرياء. فكلمة مغيبين، ماكو مغيبين، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ناس راحت إلى دار حقها، وإن شاء الله الحساب يوم القيامة إن شاء الله، إذا مو بالدنيا هم عاجل. مؤخر عزيز أبو وطن، أنت كلامك على العين والرأس، لكن المشكلة اللي لا يقع بها أهالي المغيبين وذوي المغيبين اليوم بالعراق بأي مكان، إنه دا تجي مكالمات ودا تجي اتصالات إنه ابنك موجود وابنك عايش وابنك يمنا، اعطينا فلوس نجيب لك إياه، ودا تصير عمليات ابتزاز للأهالي بشكل مو طبيعي من جماعة أبو عزرائيل وغيره، هم ذول اللي يبتزون الناس. بالمقابل يجي يطلع لك أبو عزرائيل ويطلع بتصريح جديد ويقول لك ماكو مغيب، إذا ما موجود بالناصرية فيم ربك صار. من هو سياده ومنها حشاك الجبن عنوله، انت جاي تشوف يعني العالم جاي يشوف، حتى جاي يقول طالعوا لي قنواتهم واحنا المقاومه ونسارد المقاومه في فلسطين، يا مقاومه نسارد في فلسطين، هاي ميليشياتكم الحش السامع القدر الموجوده على تخوم الجولان، دبوا لكم حجاره حتى مو اسرائيل على اساس اختارت العالم النووي الايراني وسليماني فلان، يلا وين الغاز مالكم؟ لو قاعدين على هاي الناس الابرياء المساكين العزل، احنا جاي نواجه ناس جبنة اردال فتالات البشر، لازم ينفضحون، لازم العالم يعرف هذول منو، واهم شيء لازم العراقيين يعرفون هذول منو. طيب شكرا لك ابو وطن. ابو علي من المدائن اذا امكن بسرعه حتى اقرا الواتسابات، تفضل ابو علي. ابو علي قلت لك بسرعه بس مو تقطع وياي بسرعه، هيك انقطع الاتصال ويا ابو علي. شكرا جزيلا لك. تحول الى رساله واتساب، اول رساله وصلتني تقول استاذ افل مساء الخير، اللهم يفرج على كل معتقل ويرجع الى اهل سالم غانم، اللهم عوده اهلنا النازحين الى ديارهم بحق محمد وال محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. كيان من بغداد حياك الله اخ كيان.
سؤال، لماذا إيران أسست جيش القدس وقاسم سليماني شهيد القدس وهو أصلا حسب عقيدتكم ماكو قدس على الأرض؟ إذن جيش القدس كذبة من كذباتكم على الناس، والصحيح جيش تضحكون به على الكدش والزمايل مثلكم، وهو جيش لقتل أهل السنة اللي يريدون يرحون لتحرير القدس. سلام عليكم أخي العزيز، والله عجيب قتلوا شبابنا ودمرتوا العراق واستصاروا الزلم ويريدون يحررون فلسطين، أدوها واحد فلسطين بس العراق من كل جهات أعداء، صح لو أني غلطان؟ رسالة أخرى، السلام عليكم مرحبا. الموضوع بسيط، هذا أبو عزرائيل مبين ديساوم أهالي المفقودين على الانتخابات. حسام، السلام عليكم، تحية طيبة. أبو حاتم من موصل، تحية لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، العراق مستهدف من قبل صهاينة الغرب اليهود وصهاينة الشرق الفرس المجوس وأذنابهم، ما يسمى بالعملية السياسية الديمقراطية المزيفة في العراق لقتل الأبرياء من الشعب العراقي وانتقام من الأجهزة الأمنية والدفاعية السابقة الوطنية التي جرعت صهاينة الشرق حاخام خميني الفرس كاس السم، وصهاينة الغرب اليهود حاخام شارون والأجهزة والميليشيات هم حماية النظام القمعي في الخضراء بتوجيهات من إدارة الاحتلال الأمريكي لقمع الشعب العراقي الوطني، وهيهات من الذلة حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا عمر من اليمن، أحييكم يا قناة الرافدين، ونحن معكم بنضالكم من أجل الحرية، وربنا يعوضكم بقائد وجيش قوي كما في السابق من أجل الدفاع عنكم وعنا. مشاهدين الكرام، الأخ سعد من الكويت سألني أكثر من سؤال، متى يعود النازحين؟ والله هاي علمها يا مربك، لأنه لا سياسيين عراقيين يريدون ردهم، ولا إيران تريد ردهم، وأمريكا اللي احتلت العراق شايلة إيدها، ولا أكو أحد ينصف النازحين الموجودين بالعراق، لا سنة ولا شيعة ولا أكراد ولا صابعة ولا مدائين، من السياسيين فقط، ما داعش على الشعب. متى يعمر العراق بمليارات العراقيين؟ هم السياسيين ذولا من تشيلهم يبطل البوق والجيوب الفارغة الحفاية اللي جوي صاروا أغنياء يبطلون ينهبون المواطن العراقي، فأكيد راح يتعمر العراق. أما أحمد من بابل، خسائر المعارك أخوي العزيز، 2001 من داعش بالموصل مقابلهم 20,000 أصور من الميليشيات، يعني كل اللي حاربوا 22,000 واحد، بس اللي قتلوا بس بالمعارك 40,000 واحد، عدد اللي قتلوا وراها بس بالمعارك ضعف عدد المشاركين، فأي خسائر طبيعية للمعارك. أنا أفتهم أنه أكو 2000 واحد من داعش ينقتلوا ما عندهم 200-300-400-500 وتلزمنا الحكومة البقية وتقول ذولي 1500 واحد وتحاكمهم وتحاسبهم. أفتهم أكو 20,000 واحد من حشد 30-40,000 واحد يقاتلون ينقتلون ما عندهم روح 1000 واحد بس يطلعون 30,000 واحد منتصر. أما يروحون مدنيين فقط ينقتلون، هاي مو خسائر طبيعية لأي معركة، لأي معركة. أما أبو وطن، أبو وطن راح أقول لك كلمة واحدة لنأكد أنه إسرائيل، عفوا الكيان الصهيوني وإيران هم إيدين وحدة، هم شيء واحد ووجهة لعملة واحدة. مفاعل تموز النووي العراقي اللي انبنى لأجل أن تكون هنالك طاقة كهربائية تعتمد على طاقة نووية بالعراق، بس أعلن العراق عن انتهاء أو وصول العراق إلى المراحل النهائية من بناء المفاعل، طير الكيان الصهيوني 3 طائرات وفجره وما اشتغل. إيران اليوم بها أكثر من 3 مفاعلات، أشهرهن مفاعل نطنز وبوشهر، كلها تخصب اليورانيوم وما بقى شيء. لما نوصل واحد إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم يعني وصل إلى مرحلة صنع القنبلة الذرية، ليش ما حد يحكي وياها؟ بس وعدهم جيش اسمه جيش القدس، ومثل ما قالوا الإخوان يلا شوفونا مراجلكم. من يوم اللي تأسس جيش القدس إلى اليوم ما شفنا بيوم من الأيام شارك بحرب وحدة ويا فلسطين أو فلسطين أو دزوا كتيبة وحدة لفلسطين حتى تقاتل. أما اللي يقول إنه إحنا حكينا على القوات الأمنية، يكفينا فخرا إنه جيشنا العراقي الباسل شارك في كل حروب العرب ضد العدوان الأجنبي والصهيوني بالذات. يكفينا فخرا أنه الجيش العراقي عنده مقبرة في جنين وعنده مقبرة في الأردن. يكفينا فخرا ما كانت تكتبه الكتب المصرية عن القوات العراقية والطيران الجيش العراقي الذي يشارك في الحروب. لم نتكلم عن الجيش العراقي ولن نتكلم عن الجيش العراقي، لكن احنا حكينا لما اللي صار بسيطرة الرزازة، اللي صار مع المغيبين، عندك ناس هواية راحوا احتموا
بالسيطرات، واغلب السيطرات اللي موجوده بالمحافظات هم مو جيش، حتى لا تجي تخلط الاوراق وتقول لي انت حكيت على القوات الامنيه. اغلب اللي سيطروا على السيطرات هم ميليشيات، لانه لا كان الكتائب حزب الله وغيرها، ولا كان بدر، ولا كان ابو فضل عباس، ولا كانت اي واحده من ذني تابعت للقوات الامنيه، كانت كلها عباره عن حشد. بعدين صدروا قرار ودمجوها ويا المكتب العام للقائد العام للقوات المسلحه اللي اصلا ما يامر الحشد، واللي منع حيدر العبادي يطب الجرف الصخر، واللي منع سليم الجبور يطب الادياله وهي محافظته. اصلا اللي ما يتمر بالامر العام للقوات الامر للقائد العام للقوات المسلحه، واوامر الحشد كلها تجي من نيران، وفلوس الحشد كلها تجي من نيران. وإيران من يجيب فلوس؟ منكم انتو، لانه احنا صراحة الفلوس مالتنا موجودة دا يبوقوها الحكومة العراقية دا تصدرها الى ايران، او دا تطيها هبة الى ايران. ما اعرف ليش، ما اعرف ايران بشنو متفضلة على العراق بحيث فلوسنا بحلوقهم، وتجي تطل الميليشيات وتقولهم روحوا صفوا. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بنفس الموعد إن شاء الله باكر. في أمان الله.